مرار الطافح. إهدي يا مري. قومي يا بنت. قومي فيزياء مخفية. انت بتعملي هنا يا بنت؟ واه هما بيطلعوا ميتا دول. قوم فز غوري من هنا. افز محرم. قوم يا راجل قوم قوم. يا نهار اسود اسود على دماغك ودماغها. جرى ايه يا وليا؟ ايه مفيش تمييز؟ مفيش احساس؟ مفيش مناخير تشم؟ حد يدخل على راجل ومرته كده؟ مرته؟ ايوه مرته. انت لسه فاكر الخصله المهببه دي؟ لا لا انت لازم تبطليها. انت خلاص رجلك والقبر. بابا فزي يلا غوري من هنا. اغور ده ايه؟ ده بيت جوزي يعني بيتي وليا فيه زي مالكي بالظبط واكتر كمان. تعرفي ليه؟ عشان انا الاصغر والاحلى وانا اللي هجيب له الواد اللي يشيل اسمه. امال ايه؟ هي الست تبقى ست كيف اما كانتش تجيب وتخلف وترمي؟ انما انت خلاص راحت عليكي. وانا هوريك اعمل ايه بعد ما راحت عليا. يدك بعد يدك عني. انا دلوك مش مرت ولدك وانت حماتي. انا دلوك ضرتك. تعرف يا جبريه يعني ايه ضرتك؟ ايوه اعرف وحوريك انا هعمل ايه. يا ضرعتي ليه ماتت؟ حوحو يا حوحو حوحو انت فين يا حوحو؟ حوحو حوحو لما ياكلك. حوحو بقول لك ايه يا حوحو؟ ما تيجي نسافر يومين في اي مكان نقضي شهر العسل. عسل؟ ده انت يوم ما كنت بتفطري ببصله معفنه كنت بتتحزني وترقصي يومين. بقول لك ايه يا وليه انت؟ وليه؟ هو انت ما بتحرميش يا بت؟ اوعي تفكري تمدي يدك عليا تاني، انا بقول لك اها. عيب كده، عيب، عيب كده. عيب توك ما افتكرت تقول عيب. بقول لك ايه يا محرم؟ طلقها. طلقه تاخد اجلك يا بعيده. وبالتلاته تلات تحلاش لما يلهف عظمك. البت دي انا هقتلها لك وادفنها لك تحت في الجنينه. لا 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 مش فاضلكم، انا ورايا شغل، ورايا شغل كتير قوي. هجيلك بعد ساعه. تقتليني يا جبريه؟ تعمليها؟ يعني هي أول مرة يعني؟ لا مش أول مرة. وزين إنك فاكرة. فاكرة بس وحياتك إنتي مش أول مرة لي أنا كمان. صح بس في البيت ده هتبقي إنتي أول مرة. مش يا بت امشي شغلي من قدامي. أنا هنا ست البيت واللي أقول عليه هو اللي يمشي. ست مين يا بت؟ ست عفاريت عبط لما يركبوك وينططوكي. اهري يا جبرية اهري لما النار تاكل كبد. يا بنت هقطعك واسلبك واعمل عليكي فتة واعزم عليكي اهل البلد. اتلمي يا بنت. انتي مجنونة. انتي مجنونة ازاي تتكلمي بالطريقة دي؟ عيب على فكرة. بس يا لبنى بس ما ينفعش برضو تكلمي نادية بالطريقة دي مرات ابوكي. معلش يا نادية حبيبتي. معلش يا نادية؟ لا والله. جربت انتي اتهبلتي؟ انت هتتكلمي معايا كده؟ اه يا حبيبتي اتكلم زي ما انا عاوزه. ايه رايك؟ اتلمي قولي يا صبح، بلاش شغل النسوان ده على الصبح، انت فاهمه؟ شغل نسوان؟ انا هوريكوا شغل النسوان اللي على حق ربنا. انت يا محرم! يا محرم! انت يا هوهو! اه طبعا جاي. يا مراري! بابا! اهلا صباح الفل يا حبيبتي. ولا اكني بنتك خالص يا كريمه. زينب جت وقفت مخك على الاخر. اهدي وتعالي افطري يا حبيبتي. لا مش هفطر،
أنا ما نمتش طول الليل، عايزة أفهم فين زينب؟ يا زينب يا ست زينب يا أيوة. زينب أيوة أيوة إيه؟ مالك في إيه؟ مالك؟ عايزة أفهم إيه اللي بيحصل بالظبط؟ الست شهد شد حيلها على الآخر ولا هممها أي حد، وأمك ماشية وراها تقول أمين، وأنتِ بقى عاملة صاحبة المبادئ اللي لما الناس كلها حواليكي، وأنا بقيت عاملة زي الكلاب اللي مالهاش صاحب، عايزة أفهم يا زينب. قصدك إيه يا ريتال؟ بعناك يا بنتي؟ زي ما بعتي نادية قبل كده. اتلمي وحطي لساني جوه بقك. صدقي فعلا أنا غلطانة يا كريمة؟ أنا إزاي أسيب لك ابني؟ عايزة تربيه عشان تطلعي في الآخر أنتِ البطلة اللي شالت الحمل وتربي ابن حسن وابن مروان. مش كده؟ مش هيحصل يا كريمة. ابني لازم يبقى معايا. ربنا يهديكي يا بنتي. رايحة فين دي؟ رايحة أخد ابني يا حسن. هي لعبة، مرة خده ومرة هاته. طب إيه رأيك مش هتاخديه؟ يا حسن اهدى يا ابني. يا جماعة ريتال جاية من بره متعصبة. يا حسن اهدى بكلمك الله. هاخده يعني هاخده. قلت لك مش هتاخديه. يا حيوان انت استني إيه؟ بس ابني يا بابا يا ريتال استني بس مش هطلع مش هتاخدي الواد ابعد عني يا حسن بقول لك ابعد عني حسن اهدى عشان خاطري مع امي يا حبيبي امي عبد الله يلا إيه؟ ماما جاتي حبيبي اهدى اهدى حبيبي عبد الله اوعى يا حسن ما في ايه هاتي يا ريتال عبد الله اوعى يا بابا اوعى حبيبي الواد ملوش حس قالوا الواد بس في ايه عبد الله يا عبد الله عبد الله ماما في ايه في ايه في ايه يا حسن الواد متلج يا حسن ابني في ايه الواد متلج يا حسن الواد متلج يا نهار اسود يا عبد الله ابني ما ينفعش يا حسن ما ينفعش يا حسن زينب انت اللي موتتني عشان خاطري يا حبيبي اهدى اقتلها واقتل ولد مروان حسن